يمكن لسه من لحظات كنا بنكلم حضراتكم على تاريخ مصر المشرف في الأولمبياد، وكنا بنتكلم على إن رياضات زي رياضة المصارعة من الرياضات المهمة جدا اللي كان لها نصيب الأسد الحقيقة في الحصول على الذهبيات. ويمكن برضو من خلال كلامنا مع ضيفنا الكريم قال إن إحنا لازم نهتم بهذه الرياضات، فعشان كده دايما بنحرص إن الرياضات بعيدا بقى كرة القدم طبعا مهمة جدا عند ناس كتير وكلنا بنقعد نتفرج، لكن في أبطال كتير جدا لازم إن احنا نحييهم ولازم ان احنا نحتفي بيهم ولازم ان هم يكونوا موجودين بعد تحقيق العديد من الانجازات الدوليه. ويمكن الاثنين اللي فات الرئيس السيسي استقبل ما يزيد عن 100 لاعب، ودول كانوا في 20 لعبه مختلفه اللي تمكنوا من الحصول على 103 ميداليه ذهبيه في بطوله دوره الالعاب الافريقيه اللي كانت منعقده في مارس الماضي في العاصمه الغانيه أكرا. الحقيقة كان من ضمن المكرمين 6 من منتخب مصر المصارعة الحرة، النهاردة عندنا 2 منهم، الباقيين طبعا مسافرين وعندهم حاجات ومش عارفة احنا يعني قدرنا ان احنا النهاردة يكون في استضافتنا أحمد خالد بطل منتخب مصر المصارعة والحاصل على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية 2024. أهلا بك يا أحمد وألف ألف مبروك. وعمر أمين بطل برضو منتخب مصر المصارعة والحاصل على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية 2024، أهلا بيك وصباح الخير والف الف مبروك. الف مبروك الميداليه والف مبروك كمان التكريم بالتاكيد حضور السيد الرئيس. السيد الرئيس بيهتم بشكل كبير جدا جدا بالرياضيين واللي بيحصلوا على الميداليات وبيرفعوا على مصر عاليا. فخلينا نتكلم الاول على كواليس المشاركه، وكانت مشاركه في مارس الماضي مش كده؟ قول لنا بقى كواليس مشاركتك في هذه البطوله. هي دوره الالعاب كانت في غانا في اكرا. شاركنا اول حاجه كان النسائيه، بعد كده الروماني، بعد كده احنا كنا الحره اخر حاجه. قدرنا ان احنا الحمد لله يعني من اصل 6 لاعيبه مشاركين ان احنا نجيب 6 ميداليات ذهب ما شاء الله. 6 موازين يعني تفوقنا على الموازين كلها وقدرنا نجيب 6 ميداليات. دي بتبقى المشاركه بالموازين يعني التصنيفات مش سنيه لكن بالميزان. هم 6 موازين مؤهلين هم اللي بيشاركوا في الدوره، لكن اي بطوله افريقيه عاديه بتبقى ال 10 موازين كلهم، لكن دي موازين معينه يعني. طيب وبرده نفس الموضوع بالنسبه لك؟ انا بالنسبه لي كان الدوره الافريقيه كان دي مشاركه كام تقريبا؟ دي اول مشاركه لي في دوره. اول مشاركه ليك؟ لا اول مش دوليه. بس اول مشاركه في دوره افريقيه. في الدوره الافريقيه. طب شاركت قبل كده دوليا في ايه؟ في بطولات افريقيا 2022 و2023 برضه شاركت في افريقيا، وشاركت في بطولة عالم 2022 وجبت تالت ما شاء الله. واخر حاجة دي كانت الدورة الافريقية. طيب احمد انت برضه المشاركات كانت المشاركة الكام بالنسبة لك افريقيا ودوليا؟ افريقيا ودوليا انا لاعب افريقيا 2023 برضه في تونس. دي جبت بيها فيها الذهبيه برضو ما شاء الله. ودي تاني برضو الخشب دي كانت عشان احنا عايزين دائما الذهبيه. كانت اول مشاركه برضو افريقيه يعني قاريه ليا. بعدها لعبت ال 2024 برضو الدوره والحمد لله برضو جبت الذهبيه فيها. البدايات بقى علشان في امهات كتير جدا ما بيتفرجوا عليكم بيبقوا مبسوطين جدا جدا وعايزين ولادهم بالتاكيد يطلعوا ابطال ويحظوا كده بان هم يكونوا في لقاء مع السيد رئيس الجمهوريه ويحصل تكريمهم والحاجات دي كلها. فالبدايات تقدر تبتدي لعبه زي دي علشان تبقى بطل لازم تبتدي في سن كام تقريبا ولا ممكن في كل السنين؟ لا اي لعبه رياضيه عامه مش شرط المصارعه بس يعني اي لعبه رياضيه لازم سن صغير. يعني انت ابتديت امتى تقريبا؟ انا ابتديت مثلا 9 سنين 10 سنين. التسع سنين وكان اختيارك ولا جات ازاي ان انت اخترت المصارعه ومش من الحاجات اللي يعني سهله يعني بالتاكيد يعني؟ لا عادي احنا بنبقى واحنا صغيرين عادي بيبقى في دماغنا عايزين نلعب رياضه يعني انا جات في دماغي نفسي العب رياضه مثلا فكلمت اهلي ان انا عايز العب رياضه فدخلت المصارعه من صغري فحبيتها يعني ففضلت مكمل فيها. جربت في اي حاجه تانية قبل المصارعه ولا هي كانت اختيارك؟ هي اختيار مصارعه على طول. انت كنت عايز تدخل على كده يعني نفس الموضوع بالنسبه نفس لك؟ نفس الموضوع يعني. برضو انا بادئ وانا عندي 5 أو 6 سنين. اختيارك ولا اختيار الاب والام؟ لا كان اختياري، كان اختياري. 5 6 سنين اختار المصارعه ليه يعني؟ الدنيا مش عارف. هي دي اللي انت حبيتها؟ هو هي دي الوحيده اللي يعني يعتبر ما لعبتش مصارعه، ما لعبتش حاجه غير المصارعه. وبدات من 5 سنين وهم كانوا رافضين اصلا. انا كنت من قبل كده كمان عايز العب مصارعه من قبل 5 أو 6 سنين لحد ما اقنعتهم بقى وانا 6 سنين دي ورحت لعبت مصارعه.
كنتوا بتتفرجوا عليها في التلفزيون فحبيتوها مثلا، هو ده كان الصلة؟ احنا كان كل فكرتنا ان هي مصارعة محترفين زي اللي كنا بنشوفها، زي اللي احنا كنا بنتفرج عليها كلنا، فمتشوقين عايزين نلعبها بقى. اكتشفنا ان هي حاجة تانية بس تلعب برضو جميلة يعني، مش وحشة. فكرة بقى ان انت تروح وتحظى بان السيد رئيس الجمهورية بيستقبلك وبيكرمك علشان حصول على الذهبية، اولا تقولي يعني الكواليس، عرفت ازاي من او كلموك قبلها بقد ايه، ردود الافعال وانت بالتأكيد بقى رايح علشان تقابل السيد الرئيس؟ طبعا اي حد بيقابل فخامة الرئيس فبيبقى ان هو مبسوط يعني، طبعا يعني لو اكيد انا تكريم من رئيس دولتي فانا اكيد هبقى مبسوط من حاجة زي كده. كلمونا قبلها ان انتوا عندكم تكريم رئاسي ورحنا في المواعيد اللي هم ده من حددوها الاتحاد بقى. من الاتحاد. الاتحاد دايما بيبلغنا باي حاجه يعني. بس انا لو الواحد جات له مكالمه زي دي هيقول انتوا بتهرجوا في ايه يا جماعه، لكن ده مكالمه رسمي كانت من الاتحاد لا ان انت من المفروض الاتحاد، تروح. ان هو الناس اللي حققت الذهبيه في دوره الالعاب سياده الرئيس هيجتمع بيهم يعني يكرمهم. طيب اول حاجه بقى لما دخلت وشفت المنظر المهيب اللي احنا شايفينه على الشاشه وانتوا واقفين كده والسيد رئيس الجمهوريه، وقال لكم ايه كواليس اللقاء؟ احنا لحد ما رحنا هناك انا كنت مقتنع ان احنا هنروح، او احنا رايحين ان احنا المفروض هنقابل رئيس الجمهوريه، بس كل اللي في مخيلتي ان هو مش هنقابله احنا، لا هو احنا هنروح هنلاقي وزير الشباب والرياضه وممكن رئيس الوزراء، لحد ما شفناه داخل علينا، لحد يعني قبل ما يدخل احنا مش مصدقين ان هو هيجي. طيب اول بقى ما يعني حصل هذا اللقاء زي ما احنا شايفين على الشاشه كده، قول لنا كان ايه اول حاجه قالها لكم، ايه اول حاجه او اكتر حاجه ركز عليها، ازاي كان الثناء والشكر والتشجيع كمان علشان فيما هو قادم؟ هو ركز يعني على ان هو دايما شكرنا كتير في اللقاء اللي هو قابلنا فيه ده، واتكلم على الروح الرياضيه بين اللعيبه دي اهم حاجه بالتاكيد. طبعا. الاخلاق كان في تركيز كبير جدا اعتقد في هذه الكلمه، كان على اهميه الاخلاق قبل بالزبط. تحقيق اي فوز بالظبط. هو اتكلم في الموضوع ده كتير يعني. طيب احمد خلينا نتكلم بقى على الاستعدادات للبطولات، بتدخلوا قد ايه، بتبداوا الاستعدادات قد ايه، بتتمرن كم ساعه في اليوم، بتبدا قبلها قد ايه في المعسكر المغلق كده يعني، ادينا برضو الكواليس عشان الناس تعرف تتعبوا قد ايه. احنا دايما بنبقى معسكرين في المركز الاولمبي في المعادي. ده معسكر داخلي. ده دائم. ده دائم يعني. في مشاركات مثلا في بطولات فاحنا بنعمل اعداد مثلا في المركز هناك، كغذاء كتمرين ككل حاجه. بنتمرن ممكن تمرينتين في اليوم حسب البرنامج التدريبي. تمرينه كم ساعه تقريبا؟ التمرينه ما بتبقاش مثلا ما بتعديش الساعه ونص، بس في على مدار اليوم ممكن ناخد تمرينتين، واحده الصبح مثلا الساعه 10. يعني بنتكلم متوسط يومين 3 ساعات. 3 ساعات تدريب. طب وده يعني انت دلوقتي اعتقد خريج، لكن ايام فتره وانت موجود لسه بتدرس او كده؟ لا انا لسه بدرس. لسه بتدرس؟ انا 24 سنه يعني. ف... لا وانا باجل، انا في كليه التربيه الرياضيه بس باجل عشان البطولات. طب ومعسكرات. ازاي بتقدر توفق بقى ما بين الدراسه وما بين، وخصوصا ان انت 3 ساعات في اليوم؟ انا ما بعرفش اوفق بين الاثنين، فعشان كده متاخر شويه. متاخر لان التدريب بيبقى محتاج فراغ يعني، محتاج بالزبط. ان انا اتفرغ، ان انا استعد للبطولات مثلا افريقيا، بطوله العالم يعني. انا ان شاء الله خلال يومين مسافر بطولة عالم إن شاء الله، مصارعة شاطئية في رومانيا. ده انت لازم ناخد فكرة عنها. طب عمر بقى نفس الموضوع، ازاي بتعرف توفق وخلصت ولا لسه ولا بتدرس؟ انا لسه في اولى كلية، بس بسبب كلية التربية الرياضية، بس بسبب ان انا كنت في الصين معسكر، وطلعت من الصين على دورة الالعاب الافريقية، وبعد كده رجعت على اسكندرية بطولة افريقيا المؤهلة، فكان كل بقى الفترة دي كان كلها امتحانات، فاضطريت ان انا اجل عشان مش هلحق الامتحانات. طيب انتوا قلتوا ان انتوا خلاص ايام قليله وداخلين في بطوله مهمه. مش احنا الاثنين؟ انت. انا طيب. لسه لاعب من قريب بطوله افريقيا مصارعه شاطئيه. ايوه. الحمد لله دي اول مشاركه ليا فيها اصلا، حققت فيها برونز ما شاء الله، ومشارك ان شاء الله في بطوله العالم في رومانيا ان شاء الله. هنكون معاك طبعا ان شاء الله، وفي انتظارك ترجع لنا بقى بطوله العالم رومانيا، وعايزين الذهبيه باذن الله ان شاء الله. وانت؟ انا ان شاء الله ورا بطولة عالم شباب مصارعه عاديه، مصارعه حره الذهبيه باذن الله. هتشرفنا هنا ان شاء الله. وعد على الهواء. شكرا ليكم ابطالنا، ابطال مصر احمد خالد وعمر امين، ابطال منتخب مصر للمصارعه والحاصلين على ذهبيه دوره الالعاب الافريقيه 2024، وكل التوفيق في ما هو قادم. شكرا لوجودكم معانا.